ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم صفيحه انما ايه طعمها يوديكم العالم ثاني، ومقاديرها جدا سهله سواء كان الحشو ولا العجينه. اول شيء راح اسوي معكم العجينه، وحاقول لكم المقادير على السريع لان هذه العجينه اللي معتمدتها، يمكن احبطوها من كثر ما اكررها. وبرضو بنزلها لكم بالانستغرام، وهي موجودة أساساً بالانستغرام واليوتيوب. عموماً هي عبارة عن 3 أكواب دقيق، راح أعجنها مع علبة زبادي تكون بحرارة الغرفة، وعندي هنا من 3/4 الكوب كوب معياري إلى كوب حليب دافي مو مغلي، دافي وليس مغلي ومو بارد. راح أخلط معه ملعقة خميرة وملعقة سكر وأخليهم يتفاعلون، ونضيفها للدقيق ونعجن فيه. كمان راح أضيف 1/2 قالب زبدة 50 جرام للعجينة. راح أعجن العجينة الآن وأخليها تخمر، وأجهز معكم حشوة اللحمة، حشوة صفيحة، وبوريكم شلون هي سهلة، وبعدين نبدأ نشكلها ونخبزها بالخبازة. نجي المقادير. حشوة صفيحة راح أخلط محضرة الطعام بصل، بصل وسط، و3 فصوص ثوم، فلفل بارد تقريبا 1/2 حبة فلفل بارد أحمر وأخضر، وكزبرة وبقدونس، وحبة طماطم كبيرة أو حبتين صغار. وراح أضيف لها 2 كبار دبس الرمان، و2 ملعقة صلصة طماطم. بالنسبة للبهارات ملح وفلفل أسود وبابريكا وبهار عثماني، و1/4 ملعقة صغيرة من القرفة، بس تعطي كذا نكهة بسيطة. اللي ما تفضل القرفة ممكن تستغني عنها وتكتفي بباقي البهارات. راح نخلطها بمحضرة الطعام ونضيفها للحم المفرومة، ونتبل اللحم المفرومة فيها. ونصب الخليط اللي خلطناه بمحضرة الطعام ونخلطه مع اللحمة المفرومة، وبكذا الحشوة تكون جهزت. يفضل انكم تخلطونها بيدكم، ما شاء الله الريحة خيالية، البهارات مع البصل والثوم والفلفل البارد طلعت. هذه العجينة عندي خمرات، وهذه الحشوة بعد ما أخذت الطعم. الحين راح أضيف للحشوة زيت زيتون عشان يعطيها كذا طعم لذيذ، تقريبا 2 ملعقة. الحين فردت العجينة، وقبل لا أحط الصفيحة فيها لازم أسخن الخبازة عشان تصير حارة. لابد أن الخبازة تكون ساخنة عشان تزبط معكم المناقيش، الخبزة، الصفايح. الحين عندي هذه العجينة بعد ما فردتها، بس أحس أنها تحتاج فرد زيادة، شكلي بفردها زيادة، وبقطعها بالقطعة هذه. طبعاً إذا حبيتوها كبيرة تسوونها على حسب ما تحبون، أنا أحب أني أسويها كذا متوسطة الحجم، فبقطعها بالقطعة هذه. بعد ما قطعتها بجيب الحشوة، لا تشيلون هم، راح تستوي لأن الخبازة ساخنة. حطوا كذا وفردوها بيدكم، حاولوا أنه بحيث أنه لما تجيها الحرارة اللحمة تستوي، فلا تخافون أنها ما راح تستوي، لا راح تستوي، خصوصا إذا كانت مفرودة كذا، ما تكون الطبقة سميكة. شايفين شلون؟ خلاص هذه صفيحة، الحين الخبازة ساخنة، نقول بسم الله ونحطها. طبعا انا سويت واحدة الحين للتصوير، لكن تقدرون تحطون اكثر من واحدة عشان بس ابي اركز بالتصوير، فحبيت اني اضيف واحدة. وغطوها. شوفوا هالمجموعة اللي سويتها، حطيت عليها سنوبر. طبعا هذا الامر اختياري، بس حلو ترى صفيحة مع السنوبر. ونشيك على الصفيحة، خلاص استوت من فوق ومن تحت. ليش استوت من فوق اللحمة؟ لأنه في حرارة من فوق فراح تسوي لكم اللحمة، ومن تحت خلاص استوت. شوفوها ما شاء الله.
حطيت دفعة جديدة الحين على وشك انها تخلص. تشوفون شلون الحرارة من فوق تخلي اللحمة تستوي، فتجيها الحرارة لا تشيلونها. وهذه صفيحتنا وخلصت، استوت اللحمة تماما لا تشيلونها. قلت لكم الحرارة راح تجيها بالخبازة من فوق ومن تحت، وبالعافية.